السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. فند تصريح ممثل البنك الدولي ريتشارد عبد النور عن حاجة العراق إلى استثمار 21 مليار دولار في قطاع النقل، فند الادعاءات بتطوير هذا القطاع وإنشاء شبكة طرق على مدار 20 عاما من حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وأثار كلام ممثل البنك الدولي تساؤلات عن الأموال التي زعمت الحكومات خلال الأعوام السابقة تخصيصها لتطوير شبكة الطرق حتى تحتاج لمثل هذا المبلغ الضخم، فيما يشكك خبراء اقتصاديون في إمكانية إكمال هذا المشروع مع العجز المالي والفساد المستشري في البلاد. ويفتقر العراق إلى شبكات طرق وجسور حديثة نتيجة الفساد والإهمال منذ عام 2003، ومنذ ذلك الحين لم تطور الحكومات المتعاقبة شبكة الطرق الحالية ولم تقم بصيانتها لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات. ففي مدينة الموصل على سبيل المثال، افتتح رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني مؤخرا في زيارته إلى المدينة التي تئن من هول العمليات العسكرية التي شهدتها قبل سنوات، افتتح مجسر السويس في المدينة، حيث أكدت مصادر محلية أن هذا المشروع غير مكتمل ولم تنجز فيه شبكات المجاري، مستغربين من افتتاح هذا المشروع غير المكتمل في مخالفة إدارية وقانونية وهدر للمال العام، قبل أن تسارع الجهات المختصة لإغلاق المجسر للملمة الفضيحة. دعونا نشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع حضراتكم ضمن نفس الملف وننتقل إلى موضوع آخر. يؤكد خبراء اقتصاديون أنه بعد 20 عاما من الفشل في بناء بنية تحتية للطرق في العراق أو إنجاز أي مشروع حقيقي، فإن وعود السوداني لا يعول عليها لأنه جزء من منظومة الفساد. ورغم الإعلان عن أكثر من مشروع لتطوير شبكة الطرق وإنشاء طرق جديدة، لا تزال مدن البلاد تعاني من الازدحامات المرورية والحوادث شبه اليومية. ففي محافظة ذي قار جنوبا، تساءل ناشط من هناك عن مصير مشروع مجسر الإسكان الصناعي الذي لم يكتمل منذ سنوات ومصير الأموال التي خصصت له. لنشاهد. لاحظت برتي لها ولاخذ السيد علي، وهذا المثل إلى معاني شواهد كثيرة. اليوم أنا في موقع تقاطع سوق الشيوخ بالقرب من مجسر تقاطع سوق الشيوخ. منذ سنوات هذا المشروع أحيل إلى الشركات المنفذة، مثل ما تشوفون الحال مثل ما هو وما تغير. كل شيء السيد علي بقى السيد علي مثل ما هو. اليوم نطلب من السيد محافظ ذي قار، من السيد معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، متابعة مشروع مجسر تقاطع سوق الشيوخ والإيعاد إلى الشركات المنفذة بإكمال هذا المشروع بالسرعة الممكنة. هسه احنا ما نعرف السبب وين، السبب بالدولة انه ما صرفت أموال إلى المقاولين حتى يكملوا شغلهم، أو المقاولين وصرفت لهم شغلهم. نتمنى من السيد محافظ ذي قار، من معاون محافظ ذي قار، من الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، الموضوع موضوع مجسر الأسكان الصناعي اللي هو مجسر تقاطع سوق الشيوخ إلى أبناء محافظة ذي قار. شنو السبب هاي السنوات كلها ما كمل؟ تحياتكم مع السلامة وتحيات السيد علي. مستمرون ضمن نفس الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. يقول العراقيون يبدو أنه ليس لدى حكومة الإطار خطة واهتمام بالنقل العام،
بالرغم من أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية في النقل العام كونه ينقل عددا كبيرا من الناس، فضلا عن أن له فوائد بيئية وسيقلل الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وفوائد اقتصادية في التقليل من استهلاك الوقود. ونتيجة لتهالك شبكة الطرق تستمر حوادث السير بحصد أرواح العراقيين. فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، فإن حوادث السير حصدت 3000 شخص أو أرواح 3000 شخص في عام 2022. ولا تهتم الحكومة إلا بفرض الجبايات والغرامات دون أن تنعكس هذه الأموال المفروضة على تطوير القطاع وصيانته، الأمر الذي دفع أحد المواطنين لتوجيه سؤال لشرطي المرور الذي قام بكتابة مخالفة عن مصير أموال هذه المخالفة. لنشاهد. أنا وياك القانون وأنا مخالف، أعترف قدامك أنا خاضع للقانون، ما رخصتك هنا عن الشارع. أنا اليوم كمواطن، إذا كنت تجاوبني هذا الوصل 50,000 أنا مخالف وما معترض. أنا جاي أقول لك ما معترض. هاي ال 50,000 تروح تصلحون بها الشوارع اللي واقف عليها أنا هسه، هاي الطسات المفلشة، هذا اللي يم سيارتي. يعني هاي الأموال اليوم إحنا نوصل رسالة للمرور العام، المروركم العام لبغداد. إحنا هاي الوصولات، إحنا ناس مواطنين مخالفين، ما عندنا جازة تستوصل، واقف مخالف للقانون تستوصل، لكن هاي الأموال راح تروح للفاسدين. جاوبنا على هذا السؤال. لا مو فاسدين، دولة مو فاسدين. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. خالد يقول: المرور والصحة والكهرباء والضرائب والجمارك وبعض واردات النفط لا تمر بالموازنة، عدل وقبل لجيوب الفاسدين. علي يقول: والله عجيبة هاي الوادم، ما تخاف الله، كافي بوق من 2003 ولحد الآن ما شبعته. جعفر يقول: المرور تستنزف أموال الطرق والجسور بدون فائدة. أبو مصطفى يقول: والله هاي وصولات المرور تروح دعما للفاسدين، فلا بيها منفعة للبلد. هكذا يرى أبو مصطفى. دعونا ننتقل معكم الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة. يعيش مربو الأسماك في العراق حالة طوارئ بعد قرار وزارة الموارد المائية بردم المزارع غير المرخصة التي مصدرها من المبازل، ما تسبب بحدوث خسائر كبيرة للمربين وتخوف الآخرين، وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى ارتفاع سعر كيلو السمك إلى 20,000 دينار عراقي بسبب قلة العرض. في محافظة كربلاء ناشد صاحب بحيرات أسماك في المحافظة الجهات المعنية بالتريث في قرار إزالة البحيرات المتجاوزة والرسمية بسبب الشحة المائية، وذلك لتفادي تأثيراتها الاقتصادية على الأسواق العراقية. لنشاهد. رسالة السيد رئيس الوزراء للسيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. أنت نبهت بشغلة فهمك بيها، أنت ما تدري جاي يصير ما يصير. أجانا تبليغ ردم كل البحيرات والأحواض مال الأسماك المجازة وغير المجازة. أنا هسه قبل دقائق كنت بالقانونية مالت دائرة الموارد المائية مالت كربلاء. قال ماكو ولا ساعة ولا دقيقة كلها ردم. ماكو نهائيا. يعني كل الأحواض المجازة والغير مجازة. تعرف ايش راح يصير بالسوق لو ما تدري؟ تدري كم واحد راح ينضر بهاي القضية؟ تدري كم واحد انضر أصلا بهذا الموضوع؟ تدري الموظف إذا ما تدري إذا صعد السبع صار ب 15 20,000 كيلو، الموظف يعني يجوز بالمناسبات يلا ياكل، الفقير نسولف سالفته خلاص. انا سويت احصائيه بس بالاحواض، الاحواض والمستفيدين من العمل بالاحواض من المعمل لابو السياره لابو العلوه الكل الفئات المعنيه بهذا الامر. 5 مليون مواطن عراقي، 5 مليون مواطن عراقي بس يشتغلون بهذا المجال. وهسه يجيني انا يقول لي مجال، ما لك مجال، لك مجال ساعه ساعتين اردم. أنا ذا فقس 150 غرام، شو ودي أبيعها؟ أبيع حريش بالسوق؟ أبيع حريش؟ إيش قد راح ننظر بيها؟ مستمرون ضمن نفس الملف مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر. يرى مربو الأسماك أن المهلة الممنوحة غير كافية باعتبار أن موسم التكاثر والصيد يبدأ من شهر نيسان وحتى كانون الأول،
واستغرب العديد من مربي الأسماك إقدام الحكومة على هذه الخطوة التي شملت كذلك البحيرات المجازة. ففي قضاء المدائن انتقد عدد من أصحاب البحيرات الإجراءات الحكومية ووصفوها بالجائرة. لنشاهد. احنا مهجومة بيوتنا، احنا طالعين يعني شلون يقولوا وضعيتنا حيل تعبانة، مطلوبين فلوس وقعد شعر روسنا، شلون يعني الدولة تريدنا نتذابح ويانا، نتذابح ويا ابو العلف، نتذابح ويا ابو الفقيس، ويا من نتذابح، ويا الناس اللي معزها البحيرات، ويا من بيوتنا مهجومة. أنا بالنسبة لي مطلوب لي أكثر من 400 مليون، وأنا دراجي أروح أتذابح ويا من يصوني. اللي يطلب مليون دينار يصبر لي، يسكت لي، ما حد يسكت، العالم تريد حقها، الناس تريد حقها، أبو 100,000 دينار يطالب بحقه، ماكو واحد يسكت على حقه. إحنا ولد الدولة، هاي الشباب وين تروح؟ وين تحط وجوهها؟ من تنسد البحيرات، عني أنت قطعت الملافذ، جيت علي قطعت الملفذ مالت المي، ما خليت لي. أنا بالنسبة لي عايش على يمين، أكو بير عايش عليه. من جاري يعبر لي مويه، من بيزين يعبر لي مويه، انا اجي على هذا الموضوع. وين اطرش؟ وين اروح؟ انا مهجوم بيتي. نستمر معكم مشاهدينا الكرام. خلال العام الماضي بلغ إنتاج العراقي من الأسماك قرابة 800 ألف طن، منها 100 ألف طن من المزارع المجازة و700 ألف طن من المزارع غير المجازة، وذلك وفق إحصائيات رسمية. ويشير مراقبون إلى أن الإجراءات الحكومية تعني أن السوق المحلية ستفقد 50 ألف طن شهريا من الأسماك لاعتماده على البحيرات الطينية والأقفاص العائمة، وسط تحذيرات من قفزة كبيرة لأسعار الأسماك بدأت ملامحها من الآن. ففي محافظة بابل احتج العشرات من أصحاب تلك البحيرات وحملوا الحكومة مسؤولية ما وصفوه بالتخبط وعدم المبالاة لمصيرهم. لنشاهد. يعني هسه هذا نشوف كبارك هذا على البزل، وهاي المياه كلها مي مالح، وهاي البزول هاي وراك هذا غير يعني صالح للشرب، لا حتى للزرع ما صالحه. هي مستنقع ماي 1000 دونم يعني مصفر بوزاره الزراعه، كل حصه مائيه ما لها من شط الحله، ومردومه خلاص بجهود وزاره الموارد المائيه مال بابل واستاذ حيدر وحيدر فالح. بس احنا عنده مناشده الدكتور ثامر الخفاجي، عنده علم بهذا الموضوع، وهو طلع بتصريح قال كيلو السمك راح يصير من 8000 الى 25000. احنا ناقش وزير الموارد المائيه انطينا مهله من نال 1.10 بس، يعني ما يقارب بالمليون سمكه هنا عندنا بين اصبعيه وبين كفيه، احنا وين نوديها؟ يعني جوز بال 4 مليارات 5 مليارات. وعندنا مناشده اخرى، عندنا امهات جاي نداور بيهن ناخذ من عندهن هرمونات من 2010، ما نقدر نستورد امهات من خارج البلد، يعني ايرانيه هنغاريه لان اصابتها قويه، هاي الامهات احنا راح نبيعها من سوقها، تصير يعني مشكله كبيره على اهل المفاقس. نستمر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الملف وننتقل الى مقطع اخر. منذ ايام تشهد محافظه بابل شروع قوات حكوميه كبيره وباجواء مشحونه بحمله لازاله بحيرات الاسماك. فيما تقول الموارد المائية إن الحملة مستمرة يتبعها جهد خدمي وآلي لردمها، وذلك لمنع إعادتها في قادم الأيام. وأظهرت صور حالة الانهيار التي أصابت أصحاب تلك البحيرات بسبب الإجراءات الحكومية، فيما اتهم عدد منهم الحكومة بعدم توجيه إنذار لهم وأن إجراءاتها شملت البحيرات المرخصة دون النظر لحجم الخسائر المترتبة عليهم. لنشاهد. الله يضربهم بعافيتهم كمرادين على 80 مليون رك الله يقبل يا شيخ الله يقبل بس قلنا الله يقبل قلنا انت تقول لي الله يقبل هذا الله يقبل اشتغلوا نريد نحطه هذا العمل لا الله يرضى به ولا الشوانيه ولا الاسلام ولا المجرمين ولا الكفار هذا العمل ما صاير لكن انتم مهله وكم عاد نطيله ما الا 10 ايام الله لا وفق هي كل البزل ما هي كل البزل كله طلع هذا مو جاي يرجم للعالم طلع 20 مليون 50 مليون مطلوبين 50 مليون الله.
نتابع الآن مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. ماجد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معقولة دولة ما عندها دراسات وخطط لحل مشاكل المواطنين؟ هذا الأسلوب لا يجدي نفعا ويزيد الطين بلة. بكر يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، راح يصير سعر الكيلو 20,000 على هذا الردم. حسين العراقي يقول: لا إله إلا الله، المسؤول يلعب بالمليارات والمواطن إذا يحط له مصلحة يعيش بها يعيش بها عياله يطبق عليه القانون الصارم وبدون تريث. أبو حاتم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، طايرين وراء الكسبة، شنو من بشر أنتو؟ انطوهم مهلة لتفريغ الأحواض. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا الآن السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ياك أبو عمر تشرين من الناصرية. يا هلا يا أبو عمر. شلون صحتك؟ الله يحفظك. طبعا بالنسبة جاي يحاربون العالم على عيشتها. نعم. يعني جاي يحاربون المواطن العراقي على عيشته. زين. يعني ما يخلون، لا هم سووا يعني لا زراعة لا صناعة. زين. يعني حطموا الشعب تحطيم. زين. يعني هاي كم دوق يعني واحد يعني انتم صدق يقولون حكومة. يعني انتم مو حكومة طبعا، انتم حكومة ميليشيات. زين. يعني انتم من اجيتوا هذا بلاد هذا من تجي هسه اي بشر اي رئيس زين من يجي هذا البلاد يعني البلاد هذا بذمته يعني هذا بذمتكم الشعب بذمتكم يعني ليش يا ابو عمر بدل ما يسعون الى تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبه للعراقيين وهو من ضمن الامن الغذائي العراقي انه يحافظون على الثروة السمكية ويطوروها ويدعمون القائمين على هذه المزارع وهذه الأحواض، ليش دا يحاربوهم؟ شنو الهدف من الإضرار بقطاع الأسماك بهذا الشكل وبالتالي يرتفع سعره ويصير حتى يعني صعب على المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود أن يحظى بأكلة سمك؟ طبعا دولة بالنسبة دولة ما جاي يعني جاي على الثروة السمكية ولا جاي زين ذولا جاي يدمرون البلاد عمي جاي يدمرون البلاد هذولا مستهدفين يعني جايين ذولا جايين هذا كله دفع ايران هاي ايران لا تقول لي بديهم هم عبيد الايران هم يعني مثل ما تقول جوله الايران ايران شيء هم ينفذون بالعراق شنو استفاده ايران ابو عمر شنو استفاده ايران من محاربه اصحاب مزارع الاسماك والاضرار بالثروه السمكيه بالنسبه حتى شنو حتى لان هم لان حتى تستورد من ايران لان السمك من ايران الدجاجه من ايران اللحوم من ايران لان اهم شيء الاقتصاد الايراني يمشي بالعراق زين لو لا زين هم متخزنين هاي الشغله زين لو لا هاي مش يعني هم هذا قصد زين لو لا يعني انت مواطن تسوي لك مشروع تجي تفشى لان لازم انت مو بيدك هم نعرفهم احنا مو بديهم هم اجوا يحطموننا يعني يحطمون الشعب نعم يعني والشعب نعم. مع الاسف طبعا مع الاسف عم محمد زين يعني شمدوا بالشعب هيك باقي نعم يعني ماكو هيك دوله زين دوله لها سياده زين هاي ام النهرين نعم يعني ماكو نهرين بكل العالم سبحانه وتعالى يعني اشكرك سيد ابو عمر من الناصريه شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه معنا الآن السيد أبو مصطفى من بابل تفضل يا أبو مصطفى السلام عليكم أنا سعد من محافظة بابل قرية أبو مصطفى حياك الله سيد سعد أهلا وسهلا بالنسبة لردم البحيرات نعم إحنا قرية شباب كلها خريجة وهاي القرية الشباب مالتها معتمدة على البحيرات نعم مشغل المعمل ومشغل ابو العلف ومشغل الشياب العاطل واللي حشت القصب زين اذا ردمتوا البحيرات هاي اذا ردمتوها نعم. هاي الشباب وين تروح؟ راح تتجه الى طرق اخرى يعني راح يسيء الى الامن المجتمعي نعم. الامن المجتمعي
يعني احنا نعيد ما مضى سابقا. يعني انا ما عندي قوت عيالي، انا عامل ما عندي قوت عيالي، من يجي واحد ينطيني ورقه شو اسوي؟ سؤال ابو مصطفى، ليش صارت التجاره والاستثمار وفرص العمل حكر على الاحزاب وميليشياتها وعلى المنتفعين؟ بارك الله فيك. ليش؟ بارك الله فيك. قريتنا قريه ابو مصطفى هي الممول البابل يعني. نعم. ليش توجهت الانظار إلنا والمحافظات الاخرى الوسط والشمال، ليش توجهت هاي؟ لانه للاسف الشديد ماكو تخطيط خوش. المي قليل صحيح زين، ما يعني سدوا المنافذ مال المي، هل سووا تدوير للمياه؟ سووا سدود؟ إضافة إلى ذلك القرية معتمدة على المبادل، نعم. هنا الناشد رئيس الوزراء وأصحاب الخبرة والفطنة وأهل الحكمة، يعني الشعب أمانة يعني برقاب المسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. فالإمام راع وهو يفكرون مسؤول عن يفكرون رعيته. بهذه المقولة يفكرون بهذه الكلمات، يعني ينظرون إلى الشعب العراقي أنهم أبنائهم، المفروض يحتووهم، المفروض ينمون هذه الإمكانيات، هذا الاقتصاد المهم بالنسبة للعراق، هذا الجانب الاقتصادي، يفكرون بهذه الطريقة؟ والله فلا واحد موجود في الحكومة يفكر بالشعب. بلد النهرين ونهر ثالث موجود، بلد النهرين. أسولف لك قصة باختصار سيد سعد، باختصار لو سمحت. يقول كان رئيس النظام السابق قاعد على زمار ولما وزير الخارجية قطع المي على أبو تركيا، قال للوزير كابرة من أخلص الججارة أنا عارف التصرف. يقول طيب، يعني إحنا هنا بس حتى نوصل إلى نقطة إنه حضرتك يعني تقصد بالكلام أنه اللي موجودين بالعراق اليوم بعد 2003 ليسوا أصحاب قرار سياسي وليسوا أصحاب شخصية، لم يصنعوا للدولة العراقية شخصية وبالتالي يفرضون رأيهم على الدول، دول المنبع على سبيل المثال، أنه إحنا نريد حقنا، هذا حق الشعب، ما قدروا يحققون لنفسهم شخصية سياسية. والله العراق واللاد، والله لو رجال لا تركيا ولا إيران تقطع المي، لأن إحنا بلد مع الدولة، لكن للأسف الشديد طيب. كلهم إدمعه. أنا أشكرك سيد سعد من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا وننتقل من مزارعي الأسماك إلى مزارعين آخرين. هؤلاء المزارعون هم أصحاب الأراضي الزراعية التي تنتج المحاصيل الغذائية. تعاني نسبة كبيرة من المزارعين العراقيين أوضاعا مأساوية انعكست على حياتهم المعيشية التي دفعت بنحو نصفهم تحت خط الفقر، وبحسب مراقبين السبب في ذلك يعود للخطط التي أعلنتها وزارة الزراعة بتقليل المساحات الزراعية في المحافظات، فضلا عن السياسات المائية التي تتبعها دول الجوار. ويبدو أن الحكومة لا تكترث للواقع المأساوي للمزارعين حينما تشرع في خطوات تزيد من معاناتهم. ففي ناحية النشوة بقضاء شط العرب في البصرة، احتج العشرات من المزارعين على قرار تجريف أراضيهم وتحويلها إلى سكنية، مطالبين رئيس الوزراء الحالي بالتدخل الفوري لإنصافهم في وقفة نظموها. دعونا نشاهد. معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، ويبدو أن الحكومة تتفنن كما يقول العراقيون في محاربة المحصول المحلي من خلال قراراتها بذريعة محاربة المحصول المستورد دون أن تفرق بينه وبين المنتج المحلي. إذ ناشد مزارع من مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية بعد حجز محصوله المحلي من الخضر لأكثر من يومين في مدينة كركوك، لنستمع. هذا الخيار مال الفلاح، شوفوا
هذا خيار الفلاح. شلون نايم؟ الحكومة العراقية منعت الخيار، أدرى منعتها على العراقي، على الفلاح العراقي، على الإيراني. غير نفتهم الحرب على اليمن، على المستورد لو على الفلاح. حتى نفتهم عمي، حتى الحرب هذا على الفلاح، حتى الفلاح يشوف دربة سنت تتجي ما يزرع. ليش تورطونا تدمروه؟ اهو هذا الخيار، شوفه شلون نايم، شلون خيار. الله وكيلك يسوى الايراني بلف نوبه. هذا هاي نقطه من بحر، هذا نقطه من بحر، شوف نقطه من بحر، ما عدا الخيار النايم بذيك العلوه. لو نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. الرقي له أسماء أو مسميات كثيرة. هذه الفاكهة تسمى في دول عربية أخرى البطيخ، تسمى الحبحب، الجح، غيرها من مسميات كثيرة. في العراق عاد محصول البطيخ أو الرقي إلى المشهد في أغلب مدن ومحافظات البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، إذ أصبح هذا المحصول وجبة أساسية في المائدة العراقية بالنظر لفوائده وقيمته الغذائية، كونه يساعد الجسم على استعادة السوائل التي يفقدها نهارا. وبالرغم من تحقيق رقي ديالة الاكتفاء الذاتي، إلا أنه لا يزال يعاني بسبب المستورد من إيران وسط إهمال حكومي لتصريف هذا المنتج وإيجاد الحل الأمثل لتصديره وسط مخاوف من كساده. لنشاهد. هذا الرق العظيم درجة أولى، حلاوة حمار فول. حياكم الله، اليوم أنا في بورصة تسويق الرقي الأكبر في محافظة ديالة في علوة ناحية العظيم. يعني من هذا المكان يسوق المحصول إلى معظم مدن العراق. المزارعين حصدوا محاصيلهم الحمد لله وباشروا بتسويقها إلى الأسواق في معظم المحافظات العراقية. المحصول هذه السنة جودته عالية، طعمه فريد من نوعه. المزارعين يقولون أنه أكثر شيء يؤذيهم هو المحصول المستورد ويطالبون بإغلاق الحدود. مديرية الزراعة تقول أنه المحصول هذه السنة غير مسبوق منذ تقريباً 10 سنوات من أحداث التحرير لحد هذه اللحظة. هذه السنة هي الأعلى بواقع، تتوقع أن يكون المحصول يتجاوز أو الإنتاج يتجاوز 150,000 طن. تعمل مديرية الزراعة أو تبحث مديرية الزراعة لتسويق أو تصدير المحصول محافظة ديالة حتى إلى دول الخليج وإلى مناطق أخرى. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أم مصطفى تقول: الفلاح يتعب ويجاهد حتى يوصلنا منتوجة، حرام نضيع تعبه، ويجب علينا نحن الشعب أن لا نشتري المنتج الاستيراد. اللهم بارك وزد بخيرات العراق. جودة العراق يقول: هلا بخيرات العراق، نعم للمنتج الوطني، كلا أرجنتين، لو يفتحون المي والعراق يعتمد على الزراعة ما نحتاج عود واحد من برا، بس شو تسوي؟ قاسم يقول أو قسام يقول: نعم لإيقاف الاستيراد مع تحديد سعر بيع الكيلو المفرد ب500 دينار عند البقالين. وعمار يقول: والبضاعة الإيرانية وين تروح؟ خطية. هكذا يقول عمار. معنا السيد أبو أشرف من النجف، تفضل يا أبو أشرف. السيد أبو أشرف من النجف موجود معنا؟ يبدو أن السيد أبو أشرف غير جاهز معنا على الهاتف. معنا السيد أبو ضياء من ميسان، تفضل يا أبو ضياء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو ضياء، تفضل. وزير الزرع العراق فيه؟ علي صوتك يا أبو ضياء لو سمحت. أقول لك ماكو زرع العراق، ما كل واحد يزرع. ليش ماكو زرع وإحنا بلد زراعي؟ يحاربونا ما يعطونا لا ماء لا شيء.
نعم، لوين يريدون يوصلون بالمزارع العراقي وبالزراعة العراقية يا أبو ضياء؟ والله تشري غصبا عليك، تشري تورد النيران غصبا عليك، هو علي. يريدون نظل عايشين على الاستيراد. ايه. نعم، طيب هم إذا يفكرون بنظرة اقتصادية، مو أوفر لهم أنه يدعمون المنتج المحلي ويحققون اكتفاء ذاتي وبالتالي يخففون على نفسهم أعباء الاستيراد وتكاليفه؟ نعم، ليش ما يفكرون بهذه الطريقة؟ ليش ما يفكرون وهم يقولون احنا نريد نسوي استقرار اقتصادي ونريد نحافظ على العملة الموجودة عندنا وعندنا أزمة فلوس وغيرها من هالأمور؟ والله ما يفكرون هيك، ما يفكرون بس بأرواحهم. وبالنسبة للملايين الموجودة بالعراق دول شنو مصيرهم؟ الملايين ياكلون بها بسهم يا المقلع. نعم. أبو ضياء أنا أشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا. نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في موضوع آخر ننتقل بكم إليه وهو موضوع القطاع الصحي العراقي. أكدت وزارة التخطيط في وقت سابق وجود 52 مستشفى متلكئة ومتوقفة في عموم العراق، وشكك مراقبون وناشطون بهذه الأرقام بعد ردهم لعشرات المستشفيات المتلكئة. ففي محافظة المثنى رصد ناشط من هناك بناية تابعة إلى صحة المثنى لم يتم افتتاحها منذ 9 سنوات. دعونا نتابع. ننتقل من 2014 إلى 2015، لازم لجنة الإدخال تدخل حتى تشغل البناية وتشتغل به بشكل طبيعي، فشكلوا لجنة إشغال لهذه البناية. طبعا هم هنا أكو خطأ، بأعتقد خطأ مطبعي، يقولون لجنة استلام بناية، المفروض لجنة إشغال بناية من الأسماء المذكورة حتى يشغلون البناية ويشتغلون بها بشكل صحيح. بال 2015 المفروض البناية مشتغلة تمام. ننتقل كتاب بعده صادر بال 2018 استلام النهائي، أمر إداري استلموا البناية بشكل نهائي من الأسماء المذكورة أدنى، استلموا البناية. وعلى ضوء ذلك صدروا كتاب محضر لجنة يقولون استلام كافة الأعمال باستثناء فقرة التبريد. يعني سنة 2014 ذاك الكتاب مدري وين راح، تبخر، اختفى، انمسح، انشيك، ما حد يدري. نقول استلموا 2018، احنا ولد اليوم بال 2018، لازم استلمنا البناية سنة 2018. وعلى ضوء ذلك صدروا كتاب امر اداري استلام البناية استلاما نهائي تاريخ 2018 باستثناء فقرة التبريد. يعني والله فقرة التبريد كارثة، من 2014 لل 2018 ما مستلمين التبريد انتم؟ غير استلمتوا انتم بال 2018 تنطون البناية اللي شاغليها اللي هم منسق التدرن حتى يشغلونها ويبدون يعالجون الناس، ما سلموها. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. نفس الناشط الذي شاهدناه قبل قليل رصد كذلك مستشفى مصغر على شكل سيارة متروكة ومهملة في مدينة السماوة، ليعلن بشكل مفاجئ عن تعطل هذه السيارة التخصصية هي وجهاز الإشعاع، وتترك تحت الأتربة دون صيانة في وقت يمكن أن تقدم أرقى الخدمات الطبية إذا ما تم تشغيلها للمواطن في محافظة المثنى. لنستمع. المستشفى المصغر، هذه السيارة مستشفى مصغر ومكتملة من كل شيء، ويعتبر مستشفى مصغر وتقدر تستغلها بأي مكان أنت تريده بعيدا عن التدرن ومرضى التدرن. إذا ماكو بهذه الفترة لازم تستغلها لأشياء ثانية وراح تفيد المحافظة بشكل كلش كبير. وأيضا السيارة طلعة واحدة وعطلت، ومن ذاك الزمن لهذا الزمن ما طلعت. ليش ما صلحت؟ ما حد يعرف. وهي بها ضمان وسعرها جدا 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 غالي. ملفين مكتملات وبحاجة إلى المراقبة والمتابعة فقط وحلهن. وأني قدمتهن إلى مدير الصحة الأسبق الدكتور أوس وتابع الموضوع، لكن للأسف لحد الآن ماكو نتيجة. نتابع تعليقات الآن مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. أم علاء تقول إيش وقت المسؤول يحس ويعرف هذا الكرسي اللي انت متعوفه هو لخدمه المواطن؟ الله اكبر، فقط مصالحهم. ام حبيبه تقول الصحه تسمع منا وتعبر منا، ولا كان يوميه شكوى عليهم ولا معبرين الناس ابد، مغلسين يضحكون علينا.
تعليق من فاضل يقول هيك دي يسوون بالناس على مود تروح الناس للمستشفيات الأهلية والاستثمارية، لأن ما شاء الله كثرا بالمحافظة حالها حال المدارس الأهلية. تعليق من حكيم يقول هذا حكم الأحزاب وحكم المحاصصة المقيتة التي بنيت على أسس الطائفية والحزبية دون الأخذ بمعايير المهنية والخبرة. إلى أي مرحلة أوصلونا؟ شعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، نقص وإهمال وتقصير متعمد من الحكومة وأحزابها. معنا الآن مشاهدينا الكرام السيد أبو أشرف من النجف يعاود الاتصال مرة ثانية. تفضل يا أبو أشرف، حياك الله. ألو أبو أشرف، تفضل. أخويا بالنسبة لهاي القرار اللي طلعتوه مال الأسماك، نعم، مال بحيرات الأسماك، يعني ليش المواطن من يمشي عدد أنتم تحاربوه؟ يعني هاي الأحزاب والشغلات تحارب اللي يكون هذا كاسب ماشي عديد ماخذ فوت يومه، هاي البحيرات يعني كم واحد عايش عليها؟ صحيح. بالآلاف بالمئات بالملايين. أبو 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 أشرف، بس أريد منك شغلة لو سمحت، نص صوت التلفزيون على الأخير لو سمحت. أنا زي صوت التلفزيون؟ نعم نعم للأخير. لا للأخير للأخير، نصي نصي للأخير. صار صار. سيد أبو أشرف، ليش حلال على الأحزاب وميليشياتها أنه يكون عندهم مزارع أسماك؟ هاي سبب الأحزاب. بس اسمح لي اسمح لي. كلها سبب الأحزاب. اسمح لي اسمح لي بس سؤالي. ليش حلال؟ سيد أبو أشرف بس لحظة. الوزير بشكل ما طلع الوزير يقول الوكلاء كلهم حرامية، ليش يقول كلهم حرامية؟ طيب. ليش ما يقول البعض؟ أبو أشرف حاسب. أبو أشرف تسمعني؟ أي. بس عندي سؤال لو سمحت، ليش حلال على الأحزاب وميليشياتها والمنتفعين منهم أن يصير عندهم مزارع أسماك وتشتغل وحسب الأصول وتوصلها المياه وبدون مشاكل، وليش حرام على المواطن أصحاب الدخل المحدود والناس اللي تريد تسترزق من هاي الشغلة أنه يكون عندهم مزارع ويطورون بالإنتاج المحلي ويوصلون العراق إلى الاكتفاء الذاتي؟ ليش؟ إذن أكو دوافع سياسية يرحون بغير بلد حتى يسقطون هذا البلد وينهون الصناعة، ينهون التجارة، ينهون الفلاح، وفعلا هسه انهوا يعني الفلاح ما خلوا يشجعوه. نعم. يعني الفلاح شنو ذنبه إذا هو مثلا الكيمياوي يعطونه كيلوات، الحراثة تجارية فلوسه تتأخر ما عدا السنة أطول شوية، السايدو يبقى 5 أيام و10 أيام يومية تنحسب عليه الأجرة زيادة بعد شوكت يحصل الفلاح. يعني أبو أشرف، إحنا وصلنا بمنتجات كثيرة إلى الاكتفاء الذاتي، وصلنا بالرق اليوم اللي عرضنا المقطع، بالحنطة والشعير، بمحصول الطماطة، وصلنا بالأسماك ومحاصيل أخرى ومنتجات أخرى وصل إلها العراق باكتفاء ذاتي، ومع هذا باب الاستيراد مفتوح والمنتجات المستوردة تدخل وبأسعار رخيصة. يعني المواطن الفقير، المواطن الفقير ينظر بالسوق يشوف المنتج الإيراني على سبيل المثال سعره ربع قيمة المنتج المحلي، وهذا ما عنده مين يصرف، إذن يروح يشتري الرخيص. ليش هم فاتحين باب الاستيراد وما يدعمون الفلاح حتى يخفضون من سعر المنتج المحلي ويصير بمقدور الجميع؟ سبب الحكومة. نعم. يعني الحكومة من 2003 لحد هذا التاريخ ما جانا واحد يحاط وشوية ساعد الناس الفقرة والكسبة، والمتأذي بس الكاتب. هسه لحد الآن المتأذي بس الكاتب، الموظف عنده راتبه، الشرطة عنده راتبه، الشيء عنده راتبه. يعني هسه التعليم صار عندنا صفر بسبب المدارس الأهلية. نعم. المستشفيات صارت الحكومية عندنا صفر بسبب المستشفيات الأهلية. بعد وهاي كلها استثمار وكلها تجي من الخارج وفلوسها تروح خارج البلد، الدولار يروح خارج البلد ويبقى الكاتب هنا يعني مكناسة يكنسون به الأحزاب، وفوقها يحاربوه ضريبة عليه، إيجار عليه، طالب عليه، يعني ده الطبيب ما يقدر يروح. واليوم بالحركة اللي صارت اللي عرضناها المقاطع اللي على أثرها سيتم إغلاق مزارع أسماك وردمها، هذا الموضوع حيأثر على كمية الأسماك المحلية المطروحة بالسوق وحيرفع سعر الأسماك على المواطن. المواطن اللي يادوب إذا قدر يحصل أكلة سمك اليوم باكر تصير صعبة عليه.
لا بالشهر يصير صعب عليه مو باليوم. نعم نعم. لا طبعا احنا نتكلم بمثال انه انت بلد النهرين وحيصير عليك السمك غالي انه انت تقدر تاكله. المفروض اعطي انذار، اسوي خطط استثماريه، اسوي جدوى اقتصاديه، اعطي مجال للمزارع للفلاح للتاجر للوكيل، اعطي انذار مره مرتين. شوفوا تضر الدوله اخذها، تفيد الدوله لا والله اشجعه واعطي قروض واعطي طيب. شغلات واسهل الامور. اشكرك سيد ابو اشرف من محافظه النجف، شكرا جزيلا لك للمشاركه. نكمل الان مشاهدينا الكرام مع حضراتكم وننتقل الان الى فقره الانفوغرافيك. دقت لقطات مصورة لانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بعد أن جرى تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، دقت ناقوس الخطر من تبعات أزمة الجفاف على الحياة في بلاد الرافدين التي ارتبط اسمها بالمياه منذ آلاف السنين. ووثق مقطع فيديو مصور مشاهد صادمة تظهر جفاف مساحات شاسعة من نهر دجلة في بغداد حتى بات القاع ظاهرا ويرى بالعين المجردة. ورصد مواطنون تراجع منسوب نهر دجلة إلى حد غير مسبوق في بغداد مع ترسب الأملاح والأتربة في قاعه بمشهد أثار قلقا من تفاقم الأزمة خلال الأشهر القادمة من فصل الصيف. طبعا تقلصت المساحات المزروعة في العراق بعد تفاقم أزمة المياه وتصحر التربة التي كانت بحاجة لمناسيب كبيرة من مياه الري. وبحسب إحصائية من وزارة الزراعة الحالية فإن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة تبلغ 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم زراعي، أي ما يقارب النصف من الأراضي الزراعية في العراق غير مستغلة زراعيا. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الآتي الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. حالياً عبر الطابة داخل النهار دجلة من جهة العظمية والمقابلة جهة مقابلة العظمية على جسر الأئمة، وهذول الشباب يلعبون طابة داخل النهار هذا النهار. نصل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. جدد خريجو المهن والكليات الطبية دفعة عام 2022 مطالبتهم بالتعيين، وجئناكم بالوسم الذي تداولوه في موقع تويتر تطبيق قانون التدرج الطبي. زينب تقول: التعيين حق قانوني للجميع خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية. علي يقول: يجب تطبيق قانون التدرج الطبي، ومن واجبات الحكومة توفير الدرجات الوظيفية لجميع خريجي عام 2022 لاختصاص المهن الطبية والصحية والتمريضية، وهذا حقهم الطبيعي بالتعيين أسوة بمن تم تعيينهم من محاضرين وغيرهم للحاجة الماسة لهم في المستشفيات والمراكز الصحية العراقية. تغريدة من حنين تقول: نطالب بتوفير الدرجات الكاملة لجميع خريجي 2022
وغدا ستكون لنا مظاهرة مزلزلة أمام وزارة الصحة المصادفة 2/29/5. التعيين حق قانوني للجميع خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية. ولدينا تغريدة من سجاد يقول: المسؤول نايم على التبريد والناس فوق كل ضيم الدنيا جالسة تفترش الشوارع على حقها القانوني مو على شيء ثاني. شوية حسوا بالعالم، وين رئيس الوزراء؟ شنو هالمهزلة؟ هاي بحق خريجين المهن الطبية والصحية والتمريضية. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.